بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عندنا أول حاجة البطاطس، خسلتها وقطعتها زي ما انتوا شايفين كده. التقطيع ديت في سلق البطاطس بتساعدها ان هي تستوي بسرعة، وكمان انا بحب احط لها رشة ملح زي ما انتوا شايفين كده. الملح مع سلق البطاطس بيديها طعم حلو قوي. لو كنا بقى بهرناها بعد كده البهارات هيبان طعمها في التتبيلة. طبعا انت بتسلقي كمية البطاطس على قد السمبوسة اللي هتعمليها. انا هنا عاملة كمية كبيرة، الباقي هحمره واقدمها معاها. هنا دي البطاطس بتاعتنا بعد ما سلقناها وقشرناها، هي ما بتاخدش وقت خالص، فنخليها بالشكل ده. ناخد بالنا ما تتهرش معانا. وهنا معانا فلفل اخضر مقطعينه صغير. طبعا انت بتعملي الكميات زي ما انت عايزه، الحشوه ملهاش مقادير معينه، انت بتستخدمي الكميات اللي انت عايزاها. وهنا جبنه رومي مبشوره او متقطعه صغير. وهنا شرايح زيتون اخضر هنقطعها صغير زي المفروم كده. ودي السمبوسه اللي هنحشيها. ودي البطاطس بعد ما هرسناها بالشكل ده، هنضيف لها بقى باقي المكونات بتاعتنا، الفلفل والزيتون، وهنخلطهم ببعض ونبدا نحشي السمبوسه بتاعتنا. وزي ما انت حابه بقى ممكن تدخليها الفرن في الصينيه، او ممكن تحمريها في الزيت وتقدميها وبالف هنا. ويا رب الوصفه تكون سهله وبسيطه وتنفذوها وتطلع احلى ان شاء الله. ونتقابل مع بعض في فيديو جديد. مع السلامه.